ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي أرتقي للمكرماتي أرتقي للمكرماتي وحياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي الفكر وأحيا في رقي فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي فهم سر حياتي قائد صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتقي marka aan ka faa'iideysano dhammaanta ay noo soo gelinayaan insha allah doctor adam imaam qadiifi masjid abubakar sidin oo mudaris jaamacad kaaf marka insha allah taala wadoocana waa alqiyaam alnaajixa marka fariid fadal mashkuura maadiir insha allah bismillah arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب البرية أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله مهتم سبحانه وتعالى ما هذا الله كذب محمد صلى ولا لها ما ملك برنجر غدي هل نقضينا قضايا شيرة أما هل نقضينا هو الوضعنا أدى ما سيهين وحكى رأينا ما هذا صلى حضور قدودها فرصدا ليسي إن aan kala qayb qaato seminar ama dowra lagu tirinayo oo tayada lagu biirinayo ardayda amaba hawlwadeenada dhalinyarada day ama han noqdeena dhalinyaraha noqdeena oo muxuu ahaa ragga ama gabdhaha noqdeena mawduuca sidaad aragtaan ciwaankiisa horaana lagugu sheegay والقيادة الناجحة هوغانكا قوليستي أما هوغانكا سودان أما هوغانكا واحترك له عنوانك ورشدة إن شاء الله تعالى أما دورغة حنقوم بنا كايسقة هوغانكا سودان أما هوغانكا قوليستي maxaa la yiraahdaa qiyaado si hoggaan maxaa la yiraahdaa hoggaan maxaa la yiraahdaa hoggaanka wax badan baa lagu tacriifiyaa laakiin waxaan ka soo qaadayaa laba tacriif ama laba qeexitaan qeexitaanka koowaad waa alqudra cala altaahiiri fi alaakhiriin ma hiya alqiyaada alqudratu cala altaahiiri fi alaakhiriin waa inuu qofka awood u yeesho inuu saameyn karo dadk kale waa tacriif dadka kale wuxuu asaga rabaa inuu
galiyo uu ku saameeyo ku saameyn kara waxaa kaloo lagu tacriifiyaa هي عملية التأثير في الآخرين لإنجاز الأهداف المشتركة استنادا إلى الإقناع وليس السلطة وخير أن أوبريشن سامين أو لغو ساميو بدك كلا وفق إنو كو ساميو بدك كلا ساميو حو سامين يا إن لو خدمو إنو كو شقيستو إنو المامله إنه كأت كذا لا هما هويا لإنجاز الأهداف المشتركة أنا بقول لهم هاي قولل إيجادين أن ما بحيس إذا ما أنت أن تظلينا إن جرنا قفك قائدك وقاليها مركة شق هذا وقبنا وحويا إن بدك بنك أسبع اللي حيو بدك بنك وياه ورطة بنهاي إنه بنك أسبع اللي حيو تاس أي قيادة لغير هذا أرنت أيضا مركة عص محوسكنا مقول بعسكرية مبليس بيورنية من لعقت إيسال رجي أي شغاله مكجرة إيه هذيك سنية محوجي هذيك سنة مرق محوجي هذيك سنية مطلق سيورنية مايا استنادا إلى الإقناع بدك إنو قنعيه أي مركة وحكو تأثيرنية من كاس حوي اللي حنية قنعيه وقنعيه وبدك أسو هرجوك هرجوك إيهي إنو كو قنعيه فكرة أيضا إيه أرنت أيضا كدبنا أي طلاب قادان وليست السلطة لابد أن مركا بيح أنا تعريف وحكا عدالي دور قضب وسيد حقوبة كعدالي خضر القضب شيء اللي هو قانك وحاليا التأثير في سلوك الآخرين بدك كلا بقى انكوضة قفك إنو وحكا بدلو إنو ساميه تاسوان نمبر ون بدك كلام حياة انجرين تصالحان شقا انكوضة جرنا شقا ذا ايضا قفك وحو إيمانيا لبسا قفو حمانيا سدحسا قفو حمانيا لبسا عبر وقت كان وحب الله بنا ايه لبسا عوانيدا قفك لبسا عمانيا ساقا وركيز واتوزنين لا شك وقف منضبطة لكن قفك هلسا عبر عفوا لبسا عبر اما سدحسا عمانيا قفك هدانك وانو ساميه سيئو لبسا عوانيدا يسجعون عنانين يسجعون عايين يسجعون تهديدين أو نقودين إنه سامي قفك ما عاسو حاله إلى هذا القائد الناجح هجانك قولي استي كاس إلى هذا هل لباد أنا قدر كاللباد وأنك قادر إلى لباد قيحتا نصوت إحنا تعمل لباد التعريف أن يتمتع القائد بصفات شخصية تميزه عن غيره تجعله مؤثرا في الآخرين في الآخرين أو في الآخرين وإن قفك أو قانك هاو يشو تلمامو أما تلمامو إيوم سفوهن وكذا سرعي كذا جيد سنعي بدك كلا تصال أهان قفك أو قانك حدتك كربا إنا يمادان وقت معقولة لبسا إنا يمادان وقوانوا وإن إساقا وكل سفة زيها هل سعبر من الجوك أم هل صعب وسيجوك وصفة مكتسبة أو لا كسبري أو كذبتوا وين بدك كلا بدك كي وفعنا وحيمانا إلا بصع سألنا وعي مثل سعبر أم هل كزع قدوة تمام كمبيوترك أي ربا إنو بدك وقامي أو الدرة وشقيان ورمك وقاران هولا لقو قبطه وين إستجا كمبيوترك أنت ماش جوكت غفي عين تمام لقد بر روابطك وأنا لقدي سجمحوها تفوق كدومان أولي بدك بر روابطلقات إي حلم وضدك عمرك لو ده شقينا وإن بلقات له وإن تنازل له إن شاء الله وأنا أقل دينا بإذن الله عز وجل وإن إستجا هذا مرك قف أرنها أي بقى كنت المامن وإستجا أمدك لك غفي عرب ولو كنت نبقى وانك قادنا هنا تعريفية الله ربما شغلي هي إدعان مجموعة من المرؤوسين والتابعين يريدون ينفذون ما يريد القائد وإن قروب لا يهي مدح النبا هقانك رأسا إن الفليان وح الله وحو الدونة هقانك
جانك غبيرة سهل وضع ساسو دعيان هدي سهل وضع ويرهدا ساسو دعيان هريا نصحنا ويسعنا يان داقتا هلغتا تهدي ويكتا دعنا يان كورنا قف هجان مانت إخواني جيرو هدوك يرهد داقتا انكدع نديا ليسا كلا لغاما يغينا ديش لكن هجانك ناجحة او قول يستيوى انو اوود وهلكرو in uu yiraahdo waa inaan daaqadan ka daadanno hayale seeku yeelayaan waxay dareemayaan ninkan hoggaanka artan koobaad waa nin kafaa'a aqoon dadnimo karti xilkasnimo firdirir wax badan ilaahay uu jamcay subxaana wa tacaala wabitaali amarkaas waxay ka yaqaanaan dabcigiisa amarkaas uu bixina haddii la khilaafo inuu dhibka weyn imaado tusaale ahaan albaabkaas uu tagay wuxuu hubsaday in dab uu soo qabsaday hoteelkii dabkan albaabkan uu joogo markuu halkaa ka daata leeyahay oo halkaa laga dhaca si looga dhacdo xaqiiqa arrin wuxuu uraa halaag muxaqaqa ayuu uraa dadkii maruusiinta ahaa oo asaga madax uu ahaa marka waxay ka aaminsan yihiin ninkan hoggaankanaga oo naqaanay hebel ah oo dabeecadiisii akhlaaqdiisii sifaadkiisii aan naqaanay nama dhahaayo halkaa laga daato ilaa arrin dhab ah oo khuturadeeda leh wabitaali way adeecayaan oo lama qaadanayo ma qaylinayo wuxuu leeyahay khatar baa nagu soo aadan badbaado kale ma lihin daaqada aan ka wada degno ay yeelayaan qofka hoggaanka marka waa in qof noocaas ah uu noqdo isagoo dul adeegsanay inii qaylo mucjam alqur'aani fi alqiyaada قرآن كريم كأه قيادة مكورة الله سبحانه وتعالى قيادة مشاري ومحوها قيادة مكورة مي قرآن كريم كأه كمسوا أرورين مصطلح قيادة لفظ يجيس كمسوا أرورين والقيادة لم ترد في القرآن الكريم أبدا كذلك مشتقات كأو قوة دائي وإعلمتك أهنا كمسوا أرورين قرآن لكن حكوش أروري قد دواء أو القدوة أي قرآن كسوروري لا بجر أي قرآن كسوروري ربي وحده سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي هو يدع وأن بيدع الله سبحانه وتعالى واركو ربي حلولي كالدين وحد كدى يتهم هل يمكن أن كدى أما كدى يمين محمد صلى الله عليه وسلم إذن كوى اللي قد يمين بحايا هيا كانوا قيادة ناجح كذلك الله سبحانه وتعالى وحوله هاي كله سورة زخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إذن قرآن كلا لغا جير أي لفظة قد دواء إيكو سأررتوا إيا أما معناها قيادة أبو بلانت قرآن تيكو سأررتوا عكمدة وجعلنا للمتقين إماما إمامك وبمعنى القائد كذلك أيضا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الحكم أيضا والمعنى من معاني القدوة كذلك الله عز وجل يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق سأسأل ربنا سبحانه وتعالى خليفة مكة وبمعنى القيادة إذن الخليفة قائد الخليفة قائد والنبي قائد وكذلك أيضا المدير قد يكون قائدا وقد لا يكون قائدا ونؤمن بنا إن شاء الله تعالى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معناها قيادة ويكس أرورتي من البغن ويكس أرورتي إنك استوئين بطنة كمدة أعيد بطنة هاي حديث ضعيفة والنبي كسرنا صلى الله عليه وسلم لكن كمعنى أهم لا شك حيث سيسا إن بدنا كمدة قيادة وحكم إذا حديث كجاب من عبد الله أوريي والنبي قال صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر هجانك رسول شاء الله أيام هاي فانا إذا ما أهل حديث كاسمعني سواحا بارسا حديث صحيح على النبي يعني كسوه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ابن آدم كوطن أما النبي آدم أنت ورا وطن أي أن سيد أهل بان أنت قيامة فأنا إذا ما أهل أي نبي صلى الله عليه وسلم مركة قيادة
حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها قرآن كالله سبحانه وتعالى معنى أهان هي لفظ أهان با ويسا أرورتي هقان كمركة أهمية إلى محيط محا هقان إتريا سو سورة الله ما أهان إنا النولانة إنا النامل كان غطو سنادو إنا هرمر جارنو إنا بلشد وحتارنو إنا إله رالك الله سبحانه وتعالى إنا أمديح ترنو أنك أنا هقان لهي هو بس ما دمانتين شقد الحقان مع الله بهجي دمانتين خوشا ورا قبلنا قبل ما كان كسوي يعني خوشا لا ولا تقتين ولا شيء بس بس وكلا من الأمر ما جرنا ولا حتى لا بقادو أرنت أيوة بقى سوي ما بيع كرتو من المشكلة دمانتين هكس بها ما يتسالحان ما أنت حدود بلنتين رجي يدبده بي حول وضعك كأحد تسالحان من ربا مسؤوليتي سوى دريمية ومدان يبلشدان إن الحلو كسارن يهي إن ومدان هرمر كيادة ومدان وحقبت كيادة ومدان وإيقلين كيادة ومدان طلابقات كيادة أو هرو طلابقات بأني هو البيض الإنسان يهي وبالتالي حنقو بهان إنه أستاذ مصطفى أو كهذا شير من ماشان حنقو بهان ما الحاجة في ذلك والسؤال قبلها إيوليش لو هو يدينا يا لماذا نحن ولماذا القيادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمره وهذا لا دفع عن النبي قال صلى الله عليه وسلم يا وحامر كبحي هدي أتسدحته أو تسفر كشان إن قف سدح ذا كم ده لقد الهدامية القائد هيها البنات نقطة وديك مثل صادة قبلها وانت بقى وديك ما وليش محوها وليش هل بانت بقى وديك ما وين كان بانت محوها وانا بديكتان إنا المدان سميسا ما تسالة هل انت ما هل كافدل قبلها حال يوم انت محاضرة حال قلب محاضرة وانا قلع أذنك ايانا مسؤول كأه قبر أذنك إذن كمت ايانا محاضرة جليس سو سيدا ما مركز سيدا الله يري إن هو قال لصنوه قف أباب الكي اسكحر كي إيو هولها لصنوه ما أبداها النهي مساء ما باهنين هدي أبو باهن ما هي سألت أنا أبو باهن ما حيت فضل 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 هي قفك هلا ما جريس إنه شيء أنا ومهم وحين إن شاء الله تعالى إكرام محمد الحمد قفك تو حلا أي شيء إن النظام إكلم نظام أوصل نستو ألو لا مدح لوجه ديجا. جميع العموم إن هجان سمي صنم. سبب بكاني س. جزاكم الله خيرا هذا الجروبة. أسكتوا ديهم. حن كذا بيوم ما بجانا صلى الله عليه وسلم. وهو القدوة في شؤوننا كلها. لكن هجان كما مسلم سير خاص كده. هجان كا أكفر الكفار. هجان وين سمي استن. حتى الحيوانات والبهائم هجان بيليين شنو دمرتين النحل هجان بيليه من نحن هذا قد بيليه ريان وقرتين وسنة كونية إلهي سبحانه وتعالى مركو خلقي خلقك إن هجان إيه شوى سنة كونية ورحضان سوى مضح المضعب سيدا سوى كلاء وسنة كونية تجري ما أن ألا ما ننفع يقول رحضان تنفع كسوى بعضنا الدنكا ويبر بري ويبر بري وبالتالي سيدا سوكا لويان أمتها بي أين قيادة سميسن خالفت السنن الربانية الكونية وخالفت السنن الشرعية النبوية صلى الله عليه وسلم أمتها حين بنيسا خلاف تي سنن رب سبحانه وتعالى وكون بأهي هي سنن الشرع سيدا تشاك تنمر دين قروبة إذن ما ملك وحويان وأدات أما ذا أستان مهمة أو هول إلا قبطة أين ندعي كرين أما أي سيدي هوش أي وهي إلا ودعض أن لا هلي كرين إلا إلا هلا مامل إيا هدان صوبا لهلا مؤيان ومدى مجتمعات كبالفرينك إما
منظمين كأنك منظمتين البي منظمتين منظمين كأني ليبانان أما جوليستان أما أيسي سعدان على يا منظمة إني جوليستو أو هرمرت لكن أيسي سعد على ربا إن السنة كان سق رحبا لو جدبه أو كان لبا لو جدبه كان زدحال لو جدبه كدي من السنة كفرد أي ماشي محوها بابورك وإسك فريست بنجرب هدي أنا كان سوبا لحلي قول لنا هلايو نجاح مجرايو وحان هولي نهر الصعود نيش مبالا فدنايا كذلك وحيابها صوى الصعودة وإنان كرامة وناك النقضينا محماها أهان نقضينا تنبي وحان هولي هذا قفك إنه محوها سيسا غاليو لما هولي كرو كذلك قولشي نوضيقنا إي أهداسي أرمنا إنا نحقي جنو سورة قل ما أهان إنا حقي طوبان إلا إلا هلو هدان صوبا مؤين يهدان ناجحة مركة قيادة والله مارمان كذلك مؤسسة كستة حيث ميستا ضد بضن باهوز جوك ضد بضن باكوهد شقي ضد كإيادة سكو حلقة سنية وما أهد حدي مانتا لغي رهضا وحانو باهم ما هيقا عبا إن هولا غيقرت انتنانا المسؤول كا انتنانا المسؤول كا كم حوها عادين كذا كم دم راحنا مجرد نو البحر على جبهة ما هلك أنتي من فدي بقول كأ أنا طمن كأ أنا ليه ذنك أنا طلبات كأ قرفضا إلا نظيفية أما بهول كان لا نظيفية هول كان إلا سكوتوسية إلا كرفنا على الركبة إلا ركا للشدة إلا وردية لقبته إلا عبيتان لكيرة إلا حوايا مرتدى إيماني تلا سوى بيولو أنتي من أيام مسؤول كأ دي لا يراد أوقف نويس مراه كهين سيفرد على متغنا كمبيوتر كان مسؤول تبي سلادين ديزا تمام وإذا كثر الطباخون ماذا فسد المرء قبلها هيك جوامو أدين تمام قبل ما يتكس مسؤول تبع كبرنا ما يترعب تل بسيط حوار عن جروب وصل برت أما وصل برا أيام وكرنا يا مرة بفساد يا تقصبو برا يقول تري ساعات ويكيرني ساعات أنت ونقم تري بيتو ما قطعمت أي لبك جيكو محوايا أصبكو شو ليسا وهكذا أهلا يخرين ما نصابه وبالتالي مركب دان الآن مستعونيس وأين الله يلو قف أذنك إذن كم دايجنا قد أجيشتو سد حدين وعدوين سارنتين بروجكتر كاس هاي الكلام قرن كرتان بروجكتر هدي خالو كي ما ذنك رسول كان لا بدون من ديات كي نيسان كبدين قروب كاس دماء هاي شهدقة بدك إنو كلا حاجة جيو وأين مركب دان الله يلو هدي كلا حياة تدير أمو يخرب ميسا اسكو بحياة عيسا مركا عدان الآن مصعونيس هيا هدي أي معات مركا وان اسكو قران اسلاك قران لي إن هرمر أمدت إي هرمر مؤسسة أنا منظمة أين ندعي كريم إلا إلا أنا هقان ناجحة أو توسن هقان قوليستي إلا هلا هقان سينكو هلا مركا ما قف قف دادك وقر أيان هقان كدقنا مثل قفك 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 قابر ايام هجانك ديقنا اللي هو عيرا قفك قابرات دي عقل بيني دي جري سوصي اما انا قفك مدى حوين ايه مثل وحان ثمينا قفك وحاويان بيه شديدتك ايام هجانك ديقنا مثل كان وطا سكندري وط ايام كديقنا وحكذا سيدان مثل بدو سيدان يسا ميزينين مثل ما مها نوع عدد كله أو ساو سما يسنا صلا أبو راي أنا مركا يسوع أنا ساو سوا الله أيان كذي هنا مركا هجاني أنا بانكرا والسؤال السؤال لون نظرية يا جت وحر هل نظرية فضل ما جعله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حسين محمد اسمان حياك الله حسين وحاو جام نخكرة أو نخكرة شيمان أما قف أو جروب كهو جامينه نعم قف أكتيفيتي أوله أو فهمي كده حتى فيزيكال مع لا بود لانجويج قف كلاته أو كجرو على جروب ك أنا نخكرة وين قلت جميل ودي بسم الله وبرحمة وحالبين عشت قف مكتسب كه أما قبل كره هدي جرت هول متقارنا كان رو كلا ومدورم كرنا قف متقارنا شايك ليكان وحالفين القائد كأيما اللغوضاء قف أقول إليه كارتين إليه كان يصبح حكرة إنه هذا وسدح قضب من كل صدي أما لا بقضب هي قبلها ودي ودي قبلها أدب ودي يا هوقان أبنكر بسم الله ماذا عاقب ماذا عاقب بالله فرطان باول بقرة جاء
جميل وحيو قال لكم كده برنامج كده قد دعوانا ودك تنطاد إياه دعوانكم وصعون كده جميل أوكي إياه قبضة هم كده رسان هل يجب أن تغدس لا ما يعي وحمد عبد الناصر وحيلات هايين ونقون كروغان قف مركة ورتساقة إن لغود قدية شمودان وأخلاق حسن الخلق له نقف عتكرة قف إن عادل إيو كمو أساقة لغود دين كرو قدوة جميل إذن بارك الله فيكم وإذن كتنا مع الوقتك الله إلا بارد السيئي وفعلا سيفي عن بعض سميسين لبن نظرية واجرت تنك وبعد حلوظة هاي القائد ولد ولا يسمع قفك هجانك وقف أسمى يسمى هجانك سي سبا مركو دلنا بها هجانية عروض سنة بركين كبدا أما فصل مركو لجوك إنها ما سريعة إنها قلاس وانك قلاس طول إنها قاربا محوها لبركعة مركو هذا العيارة وقرو قرو قارو حيرا ذان أما ويش قارو حيرا ذان قبنا إذا أسجاك دون سيلا إذا ويش حيرا ذان يهتين كيف صبيري من الحولي هاي يهتين كيف كبيرا ما قرأت كما كي إذا ذا يهتين كيف صبيري يهو صبيري أريا كاس حيليه وقائد الولد هل كاسي تدو ليه وبالتالي حيليه قفك هجانك وقف ساقود الشبانك اسكا كيلا جني اسكا الصمين ايو حيالاس حمد تريس كان له حيلة هاي القيادة المكتسبة قفك قيادة وبرتها وبرن كره قفك إنه يحمى مرة إنه قائد ناجح نغوة وأيوه كره ساس أيوه نظري ولا غاد لذا لكن شد الصحة علماء التنمية البشرية وحيليه القيادة مكتسبة وكذلك أيضا مولودة لما بدا قفك قيد كمدة ودم شوية لا شك قفك إنه محوها جيس لما لو هي انه اكتف نواء لو هي انه حلم ايد القاد لو هي انه قعن فرن لو هي انك استلس بركرة طبعا ان قعن فرنان تخل بقفة على ايه هذا السبا يوفق يرسان هذه ما لسه وفر يسو شاه الا عبالي هذا وليش اذي غير قدام قايم مريستانة سبا او جيب ير اي عورب اينه ومدي كبه ايه معكتي سبا ما اتكو كبه هنا وكبه غالبانين بمنزود لكن ويحكو ابورا ما نهو ارك ويحو ليسا لكن كان اسكا يليلكا وبحرايا لكن وحاليا انو يرد بسرع وصلا ما مركا دنكا سلا شكا دن ودن محوها لبيري وقفك برنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اي محوها برنا يا وبالتالي بقى انك نبي اي برنا يا سيرنا النبي صلى الله عليه وسلم مركا لبا باس والسكوت بري الانتساب والولادة لبا باس اي وحاليا مركا لسكيرا اي قائدك ناجح عن هلك الله النبي صلى الله عليه وسلم صنع في غار حراء امانه كرمك شجاعه هذا سبحان الله قصه اسمه محمد الامين لكن مركي ان قائد لقد الله دمعي ورب سبحانه وتعالى انه قياده وديده ارنت وقت يد لقاري النبي صنع في غار حراء غار حراء وكان يخلو بغار حراء يتحنث ومن غار حراء وتقنن انوار نقشين ومن ات ادر وقفك توصل لهم في الكروان حونها وبورسة أدر ورح كصوبحة بلك مكة أي كعبرة كترتا فوريتان كذا إيسو كسو ديكتان كذا لا وصع إنو كاقا تلغي الله ومال مكتئة ولي القد بوسي كذب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرض مكة مركو ملجرين أو ملجتاي حتى أنا سعطوا قد إبايس ومال بورا ولي بورا آدو مدو يوما أنا اللهي حالا وحالا ما يتاي بحاليه هنقل اللاشي وحاول انتو بلغ ما دوما هل كاس انتو كل يسبح اي هل كاس كل يسبح ربي عاوز سبحانه وتعالى لا احد معه صنع في هذا المكان لكي يكون قائدا رب سبحانه وتعالى لو يسمحوا لي هاي ولتصنع على عيني مركز صناعة قائدك وي والله سميا ونو قد اشاء صفاتك قارنا وفو قد لوني قارنا وكسبان كرا قارك وقلنا شلفت الكاري يسيه وربريك على قفك هكا قدبنا رده قامية شاء حضي ودادا قفك استهو قامية دور الشيء دور قدبه ودادا قلب الكوبات قفك هدانك الجوغة وحولك كل من الدربي
dambiga muxuu yahay wuxuu rabaa in ummaddii ay toosta nan la wada aado intaajiye caaliya wax soo saar sarey la sameeyo ummaddii ay noqoto ummad macno leh laakiin arrinta iyada ah dadku ay ka hor imaanayaan yuwaajihuuna taxaddi ضida التطوير وضد التغيير in wax la bedelo nin kasta hogaamiye ah ra'yada ah ayaa hor taagan laakiin hoggaanka suuban waxa weeyaan wuxuu samaynayaa ummaddii ayuu ku qancinayaa inay arrinta iyada ah si toos ay u gudbaan oo isbeddel sameeyaan isaga oonan qasbin isaga oonan canaananin isaga oonan caynin hoggaanka aan suubanayna isna waxa weeyaan tagiirka waa la samaynayaa laakiin bifardi sulta waa qasb korba isha lagaga dhufanaya marka hoggaan kasta taasuu wajahaya marka adii ama tandoora ama tandoora tan labaad qofka hoggaanka ah wuxuu isbarbar dhigaa baahida taallo muwasisu ka shaqaynaya maalan ama munadamadiinamo kale ayuu ka yahay hoggaan amaba hoggaan sare ha noqdo ama hoggaan dhaxa ha noqdo hoggaan meelbu hoggaan ka yahay hadda ninka barjogalka muxuu ahaa mas-uulka ah su-aal ahaan oo hoggaan qofka isaga marka hoggaanka ah wuxuu isbarbar dhigaa marka xaajada bulshada gudaha ku sugan oo la shaqaynaysa iyo bulshada bannaanka ku sugan iyo munadamadii danahoodao dhan ayuu isu miisaamayaa wuxuu ka shaqaynayaa in gurub walba uu xaqiisiyo dhab helo ayuu ka shaqaynayaa qaa'idka suuban waxa weeyaan wuxuu mas-uul ka yahay akhlaaqda suuban akhlaaqiyaad akhlaaqda annaga inta badan waxaan dhahnaa xagga dabeecadda un maalan qofku qof xanaaq badan ma aha waa dabeecad fiican yahay qofka waa qof muxuu ahan xanaaq badnayn waa dabeecad qofka dabeecadda muxuu ahaa ninka xanaaqa ba qofka xanaaqa badan waa qof dabeecad xun qofka aan xanaaqa badnayn waa qof dabeecad wanaagsan intaasaan kusoo kobnaa laakiin akhlaaqiyaadka dhankaas maaha akhlaaqiyaadka waxaa ka mid qofka inuu dawaamka amaba waktiga shaqada lasoo gala uu soo galo akhlaaq min alakhlaaqiyaad inuu run sheega min alakhlaaqiyaad inuu gacan furnaada min alakhlaaqiyaad inuu alla ka baqo subxaana watacaala min alakhlaaqiyaad akhlaaqiyaadka marka waa wanaagoo dhan ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo marka wuxuu mas-uul ka yahay qofka hoggaanka ah akhlaaqiyaadkaas iyo miisaanka almacaaliir waxyaaba wax lagu deskaro lagu miisaamo kiilo sukar ah waxaa lagu miisaama kiiloha dhagaxa soo sidaa maa koob shaha shahna baxana koobkaas ayaa lagu deysgaraya waxyaabaha lagu deysgarayna isaga ayaa marka mas-uulka ah inuu hubiyo midda kale siday gabdhaha sheegeen huwa alqudwa aa qofka lagu dayana qofka lagu dayda weeyaan isaga marka hadduu noqdo nin hawshiisa ka adag oo dabci wanaagsan oo ixtiraam badan oo waxa weeyaan camalkan uu qabanaya lillaahi nama u qabto intii ka ood shaqaynaysa oo dhanna sidii ay noqonayaan hadday isagii goys goys noqdana oo dan uusan ka lahayn ood mar run sheego marna been sheego mar ammaano yeesho marna tuug noqdo mar waxaa hawshii horkaca marna dib aado dadki saas umay noqonayaan marka waxyaabaa loo baahan yahay ilaalinta waktiga mistaaqiyada mistaaqiyada waxaa tiri halow xaggeed joogtaa halkaan aan fadhinaa nin yahow isig iskaa joogaa ama gabadha isig iskaa joogaa waa ay dhacdaa arrintayada beryahan laakiin mistaaqiyada waxaa muxuu ahaa mistaaqiyaan soo saara tricolagan baalkan telefoonka la wato waxa weyaan qofka meeshuu joogo kuu sheegi halkaasuu taagan yahay six tiradu taagan yahay ama madiina meel ayuu ku jiraa qofka alagu muxuu ahaa bamaanka laga soo dhigi mistaaqiye qofka mistaaqiye ma laha hadduu yidhahda tusaal ahaan markay culimada ka hadlaa marka beenta iyo ilmaha in tarbiyeeyo dhanka aan beenta lagu tarbiyeynin canuga inaad been sheegteeda maaha laakiin aabbiga halkan ku jira ama hooyadaa ku jirta kadibna wejifa waxaa weeyaan qof baa albaabka soo garaacay aabbaha ma joogaan xuley marka waxaad tidhahdaa aabba u maqan canuga xuley aabbo aabbo wuxuu dhahay aabbo u maqan yi isagii beteri buu dhacaya sheekh beteri buu dhici hayaa todoba seven percent yaa ka dhiman marka hadduu dhaman waa iska tegaa aniga dhib ma leh marka tarsiikh alqiyam isaga qofka waxyaabahan xunxun qofka in muxuu ahaa uu ka ilaaliyo ummadda isagaa loogu baahan yahay inuu tanaasulka qofka inuu hawshan isaga muxuu ahaa u tanaasulo haddii alla kale roon roon madeenay soomaalida yidhahdaan
كذلك أيضا إنه وحصو صار كي سرية قفك قائد كأما هجانك السجع أيال لغو باهن يهي ويان هجر الخرافات حول القيادة أيال الخرافات وبدك أميسيني والله لأ أميسيني أي حقا ما ملك لغا أميسيني وحكم ده أن القيادة القادة يولدون ولا يصنعون فرأوا سيشغني إن الغالب هسكولي هدي أبدا المحوها غانين وأسدين ورافض الأبد القيادة مهارة نادرة وأرهن إيا أقون إيا تضنيم إيا نعمة أنا اللي هو الكريم هل كم مليون أقف إلا أقف معينة أسدين وحن هو شان هؤلاء ما لم أتعلم ماهن خرافة القيادة توجد على قمة المؤسسة لأنك قائدك وأنك محاول كرسي دارك فضي وغيرك حكومة مؤسسة لأنك راحتك شاب مصطفى كلمي يا قائدة حلق يا با إنسى الله أمين سحنا ماها حلق يا با جمهور تأين وكجر قف كقائد سن شاب مصطفى ماذا أكرت نعم قدر كتلة القادة لديهم شخصية كارزيمية كارزيمية محاولة ولغة الخواج وحاوليا قف عن عاليهم حوضا بيا القائد يسيطر ويتحكم ويأمر وينهى هدي مرحة وانا ترابي حلق على مرو سهل الله يرو وحقبته بح هذه الشغلة تكبر على لغا ساري هذه الله يقرب مشاركة على غادمي مشاركة اللي يبيني هذه الترسفة اللي يرفته ده ما صعبه هيس وقالنا عصمها ليس الأمر كذلك أحصاد القرافات ويا ماشا محقو قرن أي من يقرأ قف ربنا هل قفك أنت واخي ربنا حقوقنا أن العالم نفسه طريق جيء يعرف طريق محام عن هذا بعيد أنت عالم يفسح طريق ودود بعد أفعل بالجمع اسكوني في أمينية متى علمت بريغة بيانية متى أولوك في عن جميل ما شاء الله ايه قبل هودي عالم إن العالم أرطى بجيني رأيجي يفضل من عالم وعالم العالم عالم كما عالم عالم كوحو أبنى يا دريقة قف قصته أو يقانو دريقة سونا الله أكبر نعم ماذا هذا الشيخ شيخ دي وحبنا جوائز الدحنة ترمينا أحبار قرقر يسيد نسوى الكسوى كلا الأولين عالم قوطن إكرام نعم هذه قلنا قرنيسة هذه قال الله إكرام إحجاز طيب عالم قوطن حبنا يجدك قفك يقان ماشو سعد العالم يفسح الطريق لأي امرئ يعرف طريقه طريقا يجدك سمعنا قرن هذا سعطان سعطان شكرا تريد مركز سعطة مركز عدك سعطة حيلي قف من قوة سعطة بابورك حوصة بيت الله بغير أمرت هاي قف كل غيرا بابورك سعطة يا تينتي مستن باوة تينتي سكرة مركز سعطة وضي رأي نيسا قف والبا وبالي حانا سوصا ما اللي مشعو سعطة تقال لكن متقاني تحالي شجد ريح جالي لها كانت جوجين نيسا كانت جوجين من الضرب قبول فني مدبان مدبان كديني وهكذا مدبان بان كانت جوجين سيئة ولكن عربت حوالي وحقوها التفاصيل مركز يديس مالي أسنى قومي حقا مالفان وحقا سيدا وكلان وراي بنكاس بنكاس هذا يادينا ماشي أتكاريزا كده يمتك لو تلي مركز كله سيدا ماشي أتكاريزا كده يمتك سيدا مركو عدكو تريزا إلى وقت وكذا ماذا على سيدا مركا وفكا هدفك وليه يقام محالقو خلقي محاتها يعديدا حقيت كل أمان دانتا محال لغاربا محانا لغاربين محاد قيمة كيالغا محاد كتو مدى عيسى محاد هريسى محانا هريمي قفكي يقام ومدى مسؤولية أي كاربت محايتان بشتئ بشيء وكو أهنوشا ماشا أجي وقت مانتا مؤسسا أجي وقت محاكا غا آدم قفكي يقام أحوال بأفوه أنا يام لكن رفع أنا قوانين كبر عليه أربعا الله بقول باجر المرك القائد والمدير مدير وما ملك قائدنا
waa hogaamiye ma fahamtee laba nin cali waa mudiir maxamedna waa hogaamiye idan almudiir waa maxamed afwan waa cali alqaa'idna waa maxamed labadaasaan isbarbar dhigaynaa marka waxaa la yidhaahdaa waxaad noqotaa qaa'id hogaamiye noqo ee ha noqon mudiir hogaamiye noqo laakiin maamulaha noqon saas ayaa la yidhahdaa ana soo baabigay marka hogaanka ninka ah qofka gabar ha noqda wiil ha noqda qofka hogaanka ah wuxuu madax u yahay afwan hogaan aan dhihin waxaan dhahaa mudiirka amaba maamulaha midin kale hadda arrinta horta maamula iyo hogaan ya hogaanka annaga aan rabnaa in aan ammaano maamulahana aan sheegno codaha uu leeyahay isbarbardhigaan samaynaynaa marka hogaamiyaha waa qaa'id mudiirkana waa maamule maamulaha marka muxuu sameeyaa yatara'asu bacda almuwadafiin meel madax ka yahay kursigaana ku fadhiyaa wuxuu madax ka yahay gruubuu madax ka yahay madax waan idiin ogaada saas indhahu casaynayaa wabitaali madax uu yahay ninka soo daa horyaa xageed kusoo daaday saadaa qabatid saqdaa wasaal maxay tahay shaqadiisa waa intaa qofka hogaanka ahna yagsabu atbaacan dad badan oo isaga muxuu ah uhuuliyo oo isaga garab taagan oo isaga caawiyo oo hadafka u rabay la xaqiijiyo ayuu aruursadaa mudiirku soo noqo yatafaacalu maca ataqyiir wax alla wixii la sameeyo waxaa la yidhi maanta hala rogo kuraastaadna hala rogo muxuu khalaas amar baa kor ka yimid kuraasta hala rogaalay hala rogo saasuu leeyay ninka hogaanka laakiin muxuu sameeya yacmalu taqyiira binafsihi isaga laftarkiisa ayaa muxuu ahaa taqyiirka la imaado isbedel wuxuu leeyay kuraastan afar sano ayaa la adeegsanayay wabitaali waa inaan bedelno ama alaqal aan ka bedelno marya oo marya usab saarno waana rangigii muxuu aan samayna waana muxuu aha maliyinkana kuwa ka duwan aan samayn nalkan muxuu aha wasaqba fuusha waa la dhaqo isagaa la imaanaya taqyiirka mudiirka ladayi afkaar jayida afkaar fiican baa madaxiisa ku wareegta horma waa in la sameeya insaan la yeela saas insha allah saas waa ku wareegaysaan yutabiq alafkaar ama qaa'idka afkaarti ayadaid ayuu tabiqinaya uu samaynaya kanna weligii waa ku wareegaysa sideed sana duu gaara weligiis wanaag baa madaxiis ka buux laakiin banaanka wuxuu socdaa lama arka qaa'idka laakiin wixii ku jiray banaanku keenaya yaxkum kan waxbu xukuma saaha la yeela qofkii yeela waa inasaa utala waa wayla kanna yuqina waa nimiya inta haddii aan samayna ka warama waa arrin qurux badan wuxuu sharxaya wanaageeli wuu sharxaya faa'iido laga heli dadka ku qancinaya bitaali waa lagu talaabo qaadaya iyadoo la jeceli laakiin kan ishiisaa laiska fiirinaya mar alla marka ishiisa la waaya ala gambini markuu la arkana qawda maqashi canaa u qabanin baa muxuu aha looga dhaqmay sida rabta noocaa weeyaan yuxaawila an yakuuna batalan inay isaga u ahaada ninka meesha uga sarreeya ninka macnaha la kamarada isaga lagu aadiyo haddii wax la wareysana isaga la wareysto haddii wax la amaana isaga la amaano haddii la muxuu ahaa la siinaa shahaadad sharaf la siinaa isaga la siiyo saasuu ka shaqaynaya qofka mudiirka qaa'idkana yasnacu labtaal isaga dan iskama lahan wuxuu isku dayaa inta hadda qaacadan fadhiga dhammaan inuu ka wadadiyo dad halkaa foor saasuu ka shaqaynaya yabqa cala yubqi cala alawdaaci cala maa hiya calayh kan hawl baa loo dhiibay xafiis baa loo dhiibay waxaa lagay xafiiskan iyo mu-asadaan adaa mas-uulka ah sidii hurbuu ku haysa ku haynaya laakiin wuu nadiifinayaa kursiga wasaq yar ma fuulayso ma fuulaayo kadalika waxaa weeyaan u xallaaba ma jira u xallaaba markii waa la hagaajiyay inta loo dhiibay uu ka adkaa uu ka adag laakiin qofkan qaa'idka ama hogaanka ah yarqaa bilmu-asasati ilaa afaaqin caaliya bilmu-asasa hal xafiis baa loo dhiibay kan toban sana laga maqnaa ama shan sana halka xafiis oo laakiin qurux badan looga imaanaya laakiin hogaanka waxaa loo imaanayaa boqol xafiis oo kale wixaad maktab hal madarse ayaa loo dhiibay toban madarsu furaya labaatan madarsu furaya hal masjid baa loo dhiibay toban masjidu furaya toban qofaan yihi maamul kun qof isaga maamul aa loo imaanaya hogaanka waa kaa marka hogaanka iyo madiirka farqi ugu dhexeeya waa taa iyada weeyaan dadkana saas u qaybsan yihin sifooyin buuli qofka hogaanka wanaagsan wuxuu ka shaqeeyaa inuu sameeyo hogaamiyaal tiro badan oo qiimo badan wuxuu xoogga saaraa cala almustafiid hogaamiyaal
dagaalka marka la sameeyna dad baa safka hore galayaan qaarna waa safka labaad sooma kuwa safka koowaad uu isku dayaa inuu booskiisa keeno kuwa keena booskii safka koowaad kuwii ku jiray kuwa safka labaad intu soo kaxay ayuu booskii safka labaad keena aad buu uga shaqeeyaa marka kadaalika wuxuu kala yaqaanaa mar dadka aad hogaaminaysa marna waa dad tababar ku jira oo hawsha la baraya marna waxaa weyaan waa dad intii wixii ka qalin jabi kadibna hawl qabana marka qofka tababar ku jira oo wax tababarnaayo intuu kuku faya intuu ku dhacayaa waxba ka khaldamaaya waa inu markaas aad ogaato qofkan inuusan ahayn qof weli karay qof bislaaday inuusan ahayn oo bitaali inuu eedeeyo inuu muxuu ah xumaan ka qoro inuu ma samaynayo ilan taxt tadriib wa tababaraya laakiin qofka aanan qaa'idka ahayn maalinta oo raba muxuu ahaa marku meesha laisugu yimid awal yoom marka laisugu yimid qofku arka isagoo yara jiisaaba khalaas kan bix kan laa yasluxu lcamal hay kan xagga fiji kan waxu in fahmay khalaas waxaa ku soo hara laba marka laba qof ha ku soo hari yusiil xawaajis wayuxawil lcamal ila maytati jamaaciya shaqo adag baa la qabanaya tusaale ahaan shaqada adag oo la qabanaya qof hogaan fiican hadduu muxuu ahaa kada ka wada madax shaqada dhanba waxay noqonaysaa ciyaar wax muxuu ahaa farxad badan wax wanaag badan culays xamaari waxbaa la xamaari safar baa la geli waa la taagnaani maca dalika waxaa dareemaya qofka meesha ka shaqeynaya hogaanka loo yahay maadaama hogaankiisu qiimo leeyahay hawshiisa hawl aada u fudud inay tahay kadalika yatafahama alikhtilaafaat fi jamiici almawduucaat dadka inay kala duwan yihiin u garanaya dadka qof baa yar caradhow qof baa dulqaad badan qof baa oonka u nugul qof baa muxuu ahaa laba maamutusa biyo cabidan ka lahayn qof baa taagnida u nugul oonan taagnaan karin qof baa waxaa weeyaan indhaha halka haddii lasoo fariisiya inuu gursi ka dhaca laga yaabo laakiin hawl kaleo aada u weyn qaban karo soo sidaa ma mise adinka marxalada waa kasoo gudubteen marxalada waa kasoo gudubteen aan filaya maalinna waa in la samey dhammaan in halkan la joojiyo si loo taakudo qofka dhacayo qofkaanan dhacin gabdhaha dee ayaga ma dhacayaan oo xijaab moogta ujiya awada xiran marka wiilasha baa dhici haddii waxa dhacayaan meesha ku dhec gabdhaha ma cinda mushkila halkaa xirnayaan maxaliyadaa mise waa sacdiya mise waa safiya mise waa faadama laa yucraf nacam laakiin adinka waa taqaana yacmalu litaxsiini wa tatwiili nudum alcamal waxaana idiin sheegay arrintaa maadaama aan soo qaaday qofka markuu hawl bilaabo weliba khaasatan makrofoonada iyo meelaha golaha in laga hadlo qof kasta si kasta gees ha u ahaado awala mara uu naxaya ha qabsado cuhmaan bn cafaan radia allahu tacaala anhu ardaa ayaa khaliifat almuslimiin loo doortay masjid nabi kursiga ayaa la saaray markaasuu saa u gereeray ma garateen markaasaa wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina kulla ina rukuuba almarkabi awali wahla sacab walam nakunu khutaba sayucalimuna allahu alkhutba hada almacniis uu yahay markabka marka horeysa rukuula oo wax yar adago culus khutbada iyo dadka in la hor istaagan aad uma aqooni jirin laakiin insha allahu ilaahay baana bari doon haddii usbuuc dambala gaarana satatiikum lkhutab على منوالها الجميلة هذا النوع عاصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركب دمنا وتغنى عثمان سدوها عثمان سدوها وذكرنا إيسان مركب بابك إيساقع ما دام أن سوق هذه مبان إن شاء الله سي قفك مر إن ناشا قد عوسا له خلاص أقول ما أتي دوما أي قد هين مركب كذلك وحوك الشقية إنه وناجية للتحسين وتطوير نظم العمل حبك اللغة الشقية إنه هرمريا أيوك الشقية يبني الثقة كالسوريد أيوه abuuraa isaga iyo dadka la shaqeeyo kalsooni wuxuu ka dhex abuuraa isaga iyo dadka la shaqeeyo dhexdooda ayuu ka abuuraa mu-asasaadka qaar waxaa dhici karto in lagu dhaqmo qaacidada isticmaaliga ahed oo ahayd fariq tasud intaad dadkan kala geyso kadibna madax u noqo isticmaalkan ku shaqeyn jiray gruubkan saddexdan gooni iyo ninka mudiifku la shaqeynaya wuxuu leehay waxaa lagu xid ad aragtaano baliisoo keeno gabdhaha gruubu ka samaysanaya iyaga dhexdood kala shak gelinaya oo bitaali dhammaantood shaki iyo khawf ayay ku sugnaanayaan ummaddaas marka ummad qiyaado haysata ma aha yansa alakhta gef baa dhici waa la gafaa gefku hilmaamaya qofka qaa'idka wanaagsan laakiin mudiirka maya meel baa ugu qoranta maalintii la gaara muxuu ahaa sanadka dhamaadkiisa ribootka la gudbina maalin fulaan halkaas ayuu muxuu ku simbiraxooday laakiin qofka qaa'idka danka ma laha xalayaab inuu ka waaniyo yihahdo maysa maahan waxaad yeeli ayib
يحسن الاستماع هذه إن لو رغم أي نقطة ودقي سني ضدك وحاول عقلي بدنا إلى ذن علماء التنمية البشرية أكثرهم استماعا قفك أقول دقي سيك بدنا أي أقول عقلي بدنا إلى ذن هاي ولي قف كان هذا حتى هذا الكيس يوسن كبان عمي لكن هذا قيسته ودولية سابت لهذا أو اتسس إن هذا الكيس كبان عسان تاي ولو أدي دم تاي أسلوب تأي آذات وحكابة تاي استماع النبي قال صلى الله عليه وسلم أكفر الكفار من كرب رشد نك ودرنا يا أيلي مركز النبي وحب بندي هاي غريبة هذا لا لا يا بدي أنا كتك أود بحال أيام قال ما إلى هذا المر عابد وحوله قاتل ومن أهل بدي وحب بندي مركز النبي صلى الله عليه وسلم ود جيستي قل يا أبا الوليد أسمع فسوله أبي الوليد هذا أنت جيزني مركز النبي ما قال صلى الله عليه وسلم إلى أكد على أذي قال كه مركز أوحوله مركز فريستو آمصي اسكما هذا النبي مركز سير أفرغت أبا الوليد أبا الوليد ما كده هذا يرك أو ما بما يصدق نسيح بالكوه هرسل مركز سير نعم مركز سير اسمع أنا إذا ما قال مركز ثم ماذا أركن مركز استماع وشيء مهم وقفك حتى هدية مثلا سؤالها أنت هنا هل كان فريدة هدية هتقفوا هلا أو ما أنت سؤال ويدي أنت هنا قفوا هلا ويدي هدية أنت هنا كلا أتكشى كيستان قفك محود ريمية إن هذا ليس إنسان إنه يصن عقل لهين إنه يصن فزاها وعقود يوصن لهين إنه يصن علم لهين ساس إن هذا آمن سنتين ولو أنا آمن سنين حقيقة إن هذا آمن سنين لكن شيبان تلك سوكت بلايا مركا وإن قفك والنقضاء مستمع جيد قفك مركا مسؤولك قف حقوع مانا كم إذا رجعت مسؤولك وهي أنا قايدك أروهي وهنا تقيشت إلا أو كتكمل كدي من أترى مقبع ذا كدي من أوحي ست ترتيبة حوض المبايا يشجع العاملين على التدريب والتعب ولو هذا هذا ليس هذا كورس هذا كورس فلان أن كل هذا قالنا يقل صدس كوميدي صدس اسك صدس وحاويان سيد الله ما مولا كل ماذا اسك صدس لغة عربية من إنجليزية اسك صدس مادة فلان اسك صدس بحوها حريق سيد الله سمعي هكذا يعاونه ويساعده قائدك وقفك كبه ليست بناء الفريق أو فريق العمل العامل بالروح الواحد قفك هجانك وقف سمايو ضد سائس ولقد حرقاس هذا رقم حيسمينا يعني حرق بيجيدا يعني حرقاس دم بيكريهين أما قف أهل مالك الله عليك سوى بحنا يعني أما الدربي بيت كدنا يعني هو الدربي الدربي كدر القابة يعني أما الشيء وانا أكسنا مالك غدعا يعني الله سوى بحا يعني أما هون ترى وطنزمه هدف أيضا للمكوة ما عرفتها من ولا ما في هذا من هذا أزليه هو محوا سس وروها يا سهلة ما عرفتها إنه والله أنت قدام بيسى يا آخر ما يستطيع يجيل يا مرك هوشة منك قائد كأ القائد الناجح أقف كأيضا إنه ذكر الله شقي سان كديه عرفتها أن يعملهم كما ترون دورا ما قبرنا دورا أيضا تقارع أبهان تاي وقت أبهان تاي قد كإن لك جارسي أبهان تاي ماشي إن لا محوها لبو قبل الله إن لها جاء أبهان تاي وإن غائدك كوكو ليست إنتينا إن سنة أول شقيسان نوع المشكة بأدا أفكاس أيا قائدك جميل كأن فن قيادة فرق العمل هدي أد قلوب سنة طلعات كو شقينيس أما أول شقينيسان اعمل ولا تعمل إنت نصوص عطو عقارك سمي انت عسانك وهو ايمان دون ترى اسكي قو هنكو بعد حتى ميساء ماشي الله سعطو شك وحيابها كهر ايمان كردات كان او شك من فلان بانو سعونا عادي اكرجا من انك الله اما هو الفلان اما انت سعروقا واتسال الله سعوه طلبات ساعد الاخرين على التخطيط اعمالهم انه بهوش اولي هاي او كو ادان انهم بلان اسا ميستو كو عاوي فلان كاد او غير الكنسو انا هبلاي كنسو اي طيب فلان كبدالي قلتا سؤال كذا تنسد حد قدم المساعدة عند الحاجة فقط قف هولدت هاوش مركة مركة كستاوي ما أنه هديه لا ما حدو بها أنت ما حقولك بتا مركو كوبا هدوك يا وريه واشو أي وفر أما أدر أنت إنه هاوش دقا جلا يلقبه ما حيير مركة سديات عايسة وعنو قل أفك لو قلنا محوها مساسد قفك مساسد عنو قلنا موا كبتو إلا غفكان عقل وادو البيت كرتي وادو اللي هاي تلمي وادو اللي هاي إنا البوس كذا بريقة تدرته هل كذا كنت
marka hadii masaasada ku geysan markaas markuu ooyada ama xaqaban way khalas xamaana muslimin shajja ala muwajahat al mushkilat wala siya ay qof soo wajahay wana iska dhe qof iska dhe waxas waxas ayna soo noqon shaqayso in ragata ma gabar buuna hal isbaad tahay hay shaqayso ij'al al fariq yatahammal masuuliyat al adaa grupka wax alla wixii masuuliyad oo ka ratima hawsha ay qabanan ayaga inay dhisho dardan oo inay dhihin masaasa ay ahaydo kan kale ahaydo may anaga sameeyay way inaga dhacday anaga sameeyay waan ku guuleysanay anaga sameeyay waan khaldanay way inay marka arinta wadaad ku boorisa aad muxuu aad ka yeesho idcan ixtiraam adat wa thiqa bin nafs qofka kula shaqeynaa inuu naftiisa ixtiraamo inuu isku kalsoonaado inuu macno leeyahay inuu dareemo ku caawi ma fahmaysid dhimin baa taa isugu hadda muxuu ahaa ustaad ashkir sheegaayi maxaa ma qaban kartid ma baabka isaga maya la waajihi siraacaat waqalilha dadka marka la wada joogo oo meel hawo la wada haya aalis yar riixa aalis yar riixa xagaho ficiltan yar baa dhaca sooma ficiltankaas marka haddii aad tahay qofka maamulaha waa inaad arrinta iyada ah aad meesha ka saarto oo aad u yarayso شجع الافراد اكد استقلاليه الفريق جروب انه مدح بنان هي او هوشه وقبنا ومدح بنان هي او لدهين حوقبتين هذه مركه ورجيتك ما دام تستي او جولك اي هدفك ان لين هين ابو شيكتي وحيابه لو قبل لهين اد مخو لا دياريساي كدبنا فرح كلب هكذا اللي بدنا حديثا واجه الصراعات وقللها شجع الافراد الاكفاء بدك مخو هاي صوبحي في عن بعض حوقبتين جروب كنا سيف عن بعض شقيسين kadibna arinta waxay noqonaysaa arin horay oo sii wada ka fiil jihada muthmira hayaabaha wanaagsan gruubka la yimid waa inaan mukaafaa iyo abaal marin la siiyo walaa abaal marinta laazim ma inay dhaqaale noqoto ama baa alaab noqoto la ahsantum ahsantum wanaag baad samaysaan nabi sallallahu alayhi wasallam man sanaa ula man sanaa ilaykum ma'rufan fakafiruu wahsan la siiyo waxa la abaal mariyo fa in lam tajidu ma tukafiruhu mada فادعوا له الا تدعوا دعاءي مرك هي كم تاي لا تستر الاوامر فقط سهل ير لما وقل لا تحمل الاخرين فوق طاقتك بحيل او يدك سائي سهل ير ما انت وان قرستان مباركتان ما انت لبدين اد مخو انت سو تو سارتان اد ورك سارتان او لدكتان ما سوني ما وين كان ما يقدرون كدنا لا تطاع ان اردت ان تطاع فمر بالمستطاع ادي الا واطاعت دينيسد وحلا ويدك مخو امر adaati la dafka dul inta dubta jam kan ka dubta hawaye ku dirtay jamaqiyata indonesia god kasoo gubalkan imam masooni masooni ma yumkin la tafkh min nafsaka fi tafasil amal dadba hawo dirtay marka aad hawo dirtay hadra hal arag projectka marka la wiiisa qaadaytankiisa iyo hawlihi iyo waxa iyo saas u gidi oo say waxa maxaa ku dir dadkan dad aqal la weeyaan ayaga haas arkibeen ayaga waxa laga rabaa projectka halkaas uu shaqeynaa adey markii muhiimada وانا تشيش شقدي ان بروجكتو مركو يماده قفكي مخو انا مدرب كها انا ترينا قفك ترين كولوي يماده ان هو هيسكو ركبني ان لاغلا هدي لا يدا لا لا ساتمايا هدي اقدر انت اي ايون يا يما تقدم المساعده عند الحاجه فقط كي ابه غير معاونيسه لكن ما لو بعد كجرا علي ساي سهول دي رانان اد نقطه لو ما باهنا منك مديرك او سري ماشي عفوا قائدك مدير عقل بتورني قائدك وهويان هدو الدمعة إنو قلت قفك ترترع أما شغالها قلت ترترعيزا ومحوها كورها قبلها سؤال ويدير ربا أما غويين محوها أيضا علي أما قاربوا حلقة بين غويين أن قطان أما أتيين وأدعي كرتا أما دي بيديين طيب أتكور قطان قريبا أتكور ريزا عن عموم قريبا تصبح دين أما غوية نقو أما غوية هلوين نقو أما قبلية نقو قريها أبها إنو يلا هذا سلام شغالة ما المسوى شغش هايين مركسية المدخل ولاش ما نضيفس سوي ايش درب ما ترترت ادي ولا تقول هذا عيد ولا لا انا ابي ولا هذا كرمه بكر مسح مسحيه ما سعريته روح مع ابي لغرقر قواباته اما تذكر يقول له ما انت محلك ادريس جايه ما كنت ادريس بس ما كنت هلك سو قال كرمه وحيا بقى لو قال قفي على غرما هذا وراكسن بيرك وكا وبالتالي لقد دورت يا وسع انا نقدر تبنى ما شنا ما لا ما سدحا قال لي مركه الكاس ويه لو كان يا قدر ابو اسكاني ادي وحي كان لو سينو دريمو او اي مركه ان غلبه لا غيره كل وين نقدان وما تعب انا لا سنه سي وحي انت اسمع دافا قف صحيح مركه مركه تاي قائد وحا لا ان بوس كاده كو اكاتو او ما يابا تفاصيل شوسه هذا ما بيسي غري سي هاي حلبه وهلا
لا تحل كل المشكلات بنفسك وحكى صدوة عادية حلين لا تمارس دور القاضي في الحكم ما كادوا حق هول وضب حول النادم ها صح خطأ صح خطأ ما سعنيس لا تحرم الآخرين الاعتزاز بأنفسهم ضدك كلو حيبها إنا قيمة عوضة دريمان أو نفت وضن قيمة لا رأي دريمان كل شيء قينا هكا هو جنين هكا دي قلنا قيمة لهين وحن فهمي سانا منك حد كيف فهمي سانا أنا ضد شغل يدوري بتايدونا وحن فهميني ورمايا ضدك وإفهم يا وين أوي وضن إلا تروح بكي رقل بنا ويا رقل بحوية ترمت الرودين أو حتى لا ترمت الرودين حلقا ما هذا بلن كان مرة انت سأضب أي باين أو بأن نظم معنويات قضية قيمة هذا لو كاريكتو لما أقلع لا تستأثر دوما بحق الاعتراض مركي ورش قائدا ما هل كان فضيا رأينا وذاقنا حول بان هر مركي ركول الشقينا حبلا حدا ورما لحد مجنا حبلا حدا شو ما يقولك وما يوحد ما نفهم من هذه الوقت ولي أريد مر ور الله بان المحضوك انت كاس قائد ما هم هذا ليس بقائد سمال انقرن قفك وإن ورك أتشيغا سمال إذا حتى وحيدها قف بابين شيء من المجلس على فريا سمعني روح الله بحكمة الله عجيبة مجلس على فريا إن أضيع قرلة وإرادة تربدو أما روح بين شيء أما أقصت أما عكد عضب مركة ذاتك أسماش أسفردي لن كو بيضك راضي بك ربينا تيجي مجر احترامك إي شرفت أقفك أهلها إليها إي كلبي لابا أودي لي مركة سولي أذا رون له أرنت وحي أهي أديك يا رملة يعني هم نن فلوا باتهاي لكن أرنتي وحيهاي بنتي إيه وحي كما هالله ما نسوق هذا حتى لا من قريب بالعكس هذا رملة يا أرنتي وحيهاي أرنتي مركب نينك بنك وكعد ربا بنك كلا صحرا وكعد ريا وما ننقرم مركب وقيادة رنتي أدقي مبضا أو باقا كصوماليات كجر لا تهاجم أو تقاوم المتميزين خفك هدية قائدهاي بدك موغدة وصوص صعدة وواعدين توقف صاحة بدن كأكتف سن كفهم كعلس مدحة كقرائن يا إن لقاه الشقيون كشقيين ننك أسألونه كده في أوقلو إنه كل سنة ده أوقلو لا تكافر هدي أدر أنت هاوش عاد وضب إنه قف كان كم قويني هاي أوتكا أقوم بني هاي أوتكا كرتيب بني هاي ملكسي ورسي قد لكن أترى المية لذلك علي هذا دولتها أفريكانكا هي دولها دكتاتورية تدك أشقي أم وزاربها كدكتان دولي بدولها كلمة تليالكا تدك أدقون ثم بها كدكتان محوها وزاربها وزاربها كان يرق مضاحة هو لأنه حر بقف سيئل هاي مركو ساسي رهضلا فهمك إن محوها ما لا يتري سمعنا قرن عقلي إيو كرتي إيو تضمين إيو بابكاس لذلك أهابش البهاليل والبهلولون كواس أي ماشي كيستان مؤسسات كنوع النقطة أو دمانيسة أدي أت مركز رئيس نقطة أنا عفوا النقطة قائد أترى أنت أنا المحور هذا اللي يقصه عين كريم أنت أنا محور سمينا فهمي كريم أنت أمر كيجة أي هلا مرة ولي أنت لها روح سنة هذا روح سنة يسامك متغنى مجموعة من الحمقى والمغفلين مؤسسات مع نقطة مجموعة الحمقى والمغفلين حقيقة لذلك أدي وأنا أسكت أيضا ماشي أجوبته تبكي جوبة تبكي ميسان أو معلله وهذه كما تركر او ايضا نفتح ما تركر او مات ما تركر او مات قيمة وين الكشف يسر لا تتجاهل وتؤجر السرعات هذه اطلنت ان حظوها اسكستور حظوها اجراء وقبلها اي حظوها قاركوت ساسشتها هيا وليش واحد اسكتو توري هذا هذا لا نقضي اما اهم نقضي اما وين كآمسين او دبو بيهم حيا يلي هبلا يا اساس سميسي اما هبلا هبلا يا اساس سميسي محوصة اله تاريوي في ارنيا او اساس محو لي ما انا كعقل حم ما انا ككرتير محا هدي أبرنت أرنت أيها الدي بودين هيا لي تبدأ قب حبة فتنقلب إلى قبة حبة يرى هاني أي كبل في كبل على رأي شرط الخلاف كدين يسرع يا قبة وحاتوين وحوين نقولها ما كمركي وين أدوحي خلافات أنا وحي أظهر أسكتولة أو جرى مركي وين الحلس أنت هنا وينين لا تنخس الآخرين جلودا قف ضدك وحيانا أي سميان حكا ظلمني أنا جا مرة وانين كتاج إن شاء الله تعالى وحنقص وختمة يا هديئة فريق إي جروب أما تيم أدم راحوا تاعي كيد دارن له أدم نمبر ون يلوه وعديك وها دانكي وحنقنا إيسا نمبر ون أجيسا جوليسا نمبر تو عفوا نمبر ون يا مقنا إيسا أو بحذو تجوليسا
نمبر 3 ما كفوا عنيسا نمبر 2 طبعا وكميت ايوه كميت تينكو كميت ودح صاصفو لينكو وكابو ترى ونا وبرتما تريقنا وقيس حقو كفديا فوقنا ماذا بحجوه كمطي كيف خاملنا إذن انت يلا قعدت تبعنا وين يلا اي تجيب رجع ورا البطن انت وحاوليا طول الاهنا تريقه فوقه كان جيس كا وكمل ايوه كمل يعني ونحفظ فضيا مرتن طيب وكذا كان برتمها انا وواحد منهم بعده فضيا كان حقه كفضيا ورياضه وصعب الله يلي كان ما يقول وجيفا كما ترى ما ينفي بلدي فانتم ما تعلمك دور تعلمك دور مثلا طيب هجانك عضلاء يهي بضم يهي هجانك ولا يهي ووحت ربنا تقريبا كما جاري كرقف ميد ايه اللي سوسينا قلت كان ارمنا ان شاء الله تعالى الاخيار رهايو الهي سبحانه وتعالى هنا حريص المسجد جماعة كميدها اي حالها بين نمو الوسو بوضي مركا دفنيكا سنعيدنا ان شاء الله تعالى هنا حريصو عضلاء يحا كميدا ان قفك حريرك وضدك الله سمينا وكالقابية ايضاها وحا كميدا انو سنددك قان انكرين انو سن dagaysanaynin fikirka inuusan cadaynaynin inuu wax kastoo la sheego asaga uu inuu ra'yi ku darsado rabo inuu waxa uu ra'yi intuu qabsado ka dhigin iskaga dhago dhanka fanniga xaqiis inuu mushkilada bay imaadaan uusan xalin karin inuu waxyaabaha iman kara uusan badalin karin in gruubka labaad safka labaad uu muxuu ahaa qofka iska hilmaamo in waxa weeyaan dadka waxa kasoo dhexbaha fikrada qiimo badan fikir kasta oo yimaada oo wanaagsan inuu dhanka gelin in shaqa ra'yiga anigu baa xalba supervise garayna inuu yiraahdo dadka uusan shaqada waxay saarinin kadalika markii la yiraahdo in la tabaqo xayaabaha la dhigtay oo qaraa muxuu ahaa sharciga ama nidaamka noo qoran in la tabaqo qofkii inuu xarfiyo waxa la yiraahdo inuu yiraahdo saas ayaa ku qoran lagama leexan karo mararka qaar lama leexdo xayaabaha noo qorna mararka qaar lama tabaqo waa in wax ka laqato mararka qaar waxa weeyaan inuu qofka ka baqa inuusan qaadanin go-aan aan laga horeyn ama yari go-aankan anaga haddaan qaadanin sax maaha mar kasta qofkii kaasar inaad un tirahay sanyan lahay san mulama baahno burjoogta ragga waa lagu yiri maxamed sanyan lahay malugta aan baahna mise laba lagood ma soconaysa baakas baa laga arigaysa maaha tayib xagga waqtiga xaggiisa waa in saan sheegnay waxyaaba hoose faraha aan aad loola gelin qofka waxa weeyaan inuusan ogeyn waqtiga inuu ku socdo in waxyaabaha saameeya geed socod hawsha aan wadna qofka inuusan dareemi karin haddii xagga la xiriirka xagga madaxda ka sarreeyo waa inuu daa'ima madaxu raaray haye haye saas waa hada sax maa waa inuu mar fikir yeesho arrinta waa ila qurux daran tahay inuu yidhaahdo mararka qaar haddii ay ku arkin ay khalad u arka an mulaataxa mar kasta markuu ninka madaxda wax sheegaba waa nagala tag sax maaha adeerta wax un maxaad u keentaa madax saaba lagugu noqon kara ma soconaysa baqsa juhuud isaabadeen dad kaa horreey waxyaabay ay soo qabteen wanaag ahaa inaad tiraahdo waxbad ma ay qaban maanta baan ka bilaabaynaa لذلك مدحوين يا شا دون كمر كان مل مدح كان نقطة شيء بهر رئيس أنا تغنى كل وح على وزير هذا بنان كودي جايا ماري يا شا وزارة هذا بنان كودي جايا وزارة حجنا هذا بنان كودي جايا هي هذا هو وين إيه وشرا هو وين الدولة دولة وح مدح كان بنان كودي جايا ما قرأت هو سو مر كان خاص فرط وين يا وين فضل قاس وماشي كيس سنة كان أيضا لهم بعنا بنك بقان كحجيس وقفت إنه سمحوا جوني دب جوني هان وسن دورين كوريان جروب اي مخوها ويلاش حق بطيان ان رجل وريغا اتغدها ضمن مثلا مرك نظام ما قرن يحيى وين تصحون لو فسر نظامك سي هذه اتربطه ما دام ما رحت هي او تقايت هي ان اودا دو عليك سنين دنا هذا غوني غوني هذا دو عليك سنين وين تقفك اذن ودمينين او بادينين ددك سو سوده الكوادر الواعده وين سن دمينين وين قفك مركو مدح نقضه وصل ما راح نمديسي ونكون مشغولين ما راح نمديسي ويلا ما راح نمال لي هل قاصر لي كي كان كلو يعني وقت يسلم بيها وحقوقه مايا إنه ما راح نمدي إلا سي إيماش لا دي لي وكون مشغول كذلك مركب حول ولا قبلني هذا سيمينار كان قبلني أنكو دي ليسن وأنا ده وأنا ده بيدين أنا جاي إيماش ما راح كأها
أما رجع ما يصير هذا ما جانا يا مجمع راك يعني وبالتالي جوش أيضا أما لا إسكالة وين ترى جوش أما لا ينزل يدري بي سوسيلا ما ثانا إذا هو مهم الإقناع المقلود مرة قارفك أنا وح خلت كوكا أني حقا دان قار شرة لو نبه أنا قفك إنه متردد نبت ها ثانيا ها ها سوالي حيدها ها حيدها ولا لو غير مدق قفك شكي قبلا غير إنه دقاء أو محوها عزك توسي ما دي أكرت دق دق أنا قف مركبة ما سعونيس مرة كار الله هو طريق الأفضل ورنيهم حنا بديلك شو بنتي حالي يا با إن هاوشان هدي أرد الله بقانو أي نو صورت كشو إن أن فائدنا أو منظمين أي فائدة بقول مليون إن أي فائدة صراحة لكن واحد ريسك واحد إكره إن دي بنسو جار لكن ريسك أسوأ 30% 20% لكن هدي أن الله بقادين وحن هلا ينتم محوها هاي 10 مليون مثلا صراحة لكن ريسك ما لها قف كمرك هو جانك وعينا مرك غرض ريسك أصغر أظن ماشي عند ذلك إن الجنيه يدور على فدين هذه كلمة الله بخايس ماشي بجريزة تنظم بيزه عجز في الأزمات مصيبة بعضه لكن مصيبة بعضه كدبنا محوها محان سمينا دي قاما زو صارت ومدى أبا يورك أزولا يان هل قابت الله بقارنا ساسا وحي الله أبا لا يزولي أبنك عما زو صارت محان سمينا دي خلاص هذا أزمة سوى تاقن أزمة تاقن حوالي يالي حري ضد علماء أيام عهد محوها ربي حسي لقري قارب الله حري فلان بالله حري هجان أي وقف كي يتصارهم برلمان كي يهجان كي يزوله خلاص حسنين هذا قام زو صار مايا مايو إني لو رأوك هذه روح وازو دعجري ضد والحري جري شركات والحري جري تجار الدين جري وحاول يقيب وابع جري والهرطة الاستجية كويات طلبانا وحنو أركا إنا كجد حنا مسيرة بس إنا نقطع شنو ونسلم مانو لكن أترى خلاص بحنا سمعين كرمالا القضاء والقدر نعم القضاء والقدر ولو باني لكن إن أدنى قطنين إيجابي أي لو باني وحوضا بي العلاقات الإنسانية حريرك إي اسكو حرنانتا إنسانك إي بلشد حقيت هدي قفك أولك أسكا يبعا فإذا ملان تنقو بعد وإن قفك ويسن قرين كرين نفسيات تدك قفك محوة طبع فوان له قفك هذا اللي يرحد ديلا دحل لقيا إلي قلبك كا يبعا ولي بدمر كوكا له هذا الله أعلم ما كسن قرين إلمها يرير أما وقبتك داء دير أو رالي يرضع هذا الكعلوس ومخبرة غير لهين سوي إيدي قرار يرد تسبيت هذا على رنكرة وإن قفك هذا كذلك دورك الله يدعي وإن قفك هذا وحيا أحكى استوائنا بمحوها أصدقى تحكيم الذاتية نفتيسة ووحول بكو قياسه مركز عريس لعنا وإن وكف هذا تجنب الصراع إن وحيا بحس وحيا بحس وحيا بحس قفك قائد كل عاية كم يتهي ورشاء يان رمني إن أنقبل نوكشوب صفاتك إيو وحيا بحس اللوغة بحاني قفك قائد كالناجحة إن سميسان إن شاء الله تعالى انتظر هدي أي صورت كان لغة نيسة ساتيو أي سمين دونان هذا حياة بعض البعض هاي قفك قائد لغة بهاني هاي وحكم إذا إنه فهم كره فهم إيو حوالي إدراك إيو لغة بهاني هاي إنه علاقات وناكسن يالن كره وضدك سجل الشقينة ولا يالن كره إنه حياة بعض وضدك أي وحشان فنون إي مهارات إنه يشا إنه بلان إيو تخطيط سمين كره إنه وحي أول بلان قري وفودين كره يا بها سبحانه الله بهاني كم إتهاي سيدات هوش أيضا كهولة كرتا والتدريب الذاتي إن نفترض أن ترين قريسو إن أدتك كلا عاون تاد عاون إيسا سكوت ترين قرود ذلك كتاب أياد دون البراترطة كدقنا كتاب كي أياد عطمين إيسا ضد آخر إيسا أدو إلي آبا نوع قولين وسكوت ترين قروبي التدريب غير الشكلي التدريب من خلال أبحاث والأسئلة حق رسالتك يسؤاش يا حيوان التدريب من خلال الدورات دورات كان حتى القبرة أحسن لنا وملايين أدعو لسوا ولي بقفك طبق هجان كان مت تسلط يا ليرة ومت محوها هايون هاي هلا يولو من الشوروي وأدتك الله تشتا كان سيد حالنا وحاويا وحرطان سمي سيد حالا جروب سيد حالا جروب مت من كان وتسلطي سهلا يولو قف يولو يا ولينا وقورتي سامقا أما بقى شقديس محوها مقنته شوروي كان دحضانا ولا تشتا كان بي دحضانا وأدتك حرايين محلو قرتها معها كمليك تتسلطك القائد يتخذ القرارات ويعلنهم للمروسين وحفلاء قرار بوسوق عضني كدين وحولي هاي اللي سهل الله يلو ورمى لهم طلبات وحيالنا يا قانو سوق عضنا يا كدين وحوكقا عنا يا اندتك
la shaqeeyo ay qabtaan hoggaamiyaha go'aan soo qaadanaya kadibna waxaad kala muraaqashoonayaan oo kala murmayaan dadka la shaqeeyo kan kale qaadidka wuxuu keenayaa ra'yi ama qaraar kadibna wuxuu la muraaqashoonayaa dadkii wuxuu diyaar u yahay inuu waliba bedelo ra'yigiisa hadii lagaga bato amaba laga ra'yi duunaado qofka hoggaamiyaha ah mushkiladii ayuu keenayaa kadibna dadku wuxuu ka qaadanayaa wixii ayagana ku jiro ra'yi ah kadibna go'aanku qaadanayaa hoggaamiyaha wuxuu soo bandhigayaa mushkiladii kadibna wuu muxuu ahaa dadka ayuu kala munaaqashoonayaa kadibna wuxuu samaynayaa go'aankaad inka qaatulay xagga u fadhiisanaya kana dambeeya qaa'idkii waxa weeyaan hoggaamiyihii uu imaanayaa kadib wuxuu leeyahay adinka go'aan ka qaata arrintaas hawsha adinka idin taalla halkaas ka fadhiisanaya kee wanaagsan marka adinka marka ka doorto kow laba saddex afar shan lix todoba kii munaasib idina ha laga doorto haddii hadda waqti aan hayno waxaan samayn lahaynay inaan alcumuum kama gaari karno xilliga iyo waqtiga ayaana cariiriyey qofka qaa'idka ah waa inuu saddex shay aad ula socdo dadku madaxda u yahay iyo camalka uu qabana nooca u yahay camalka isaga khasaa'is iyo waxyaaba u gooni u leeyahay nidaamka lagu shaqeyna khasaa'is uu leeyahay waa inuu aad u ogaada mid walbaba xagga dadka madaxda u tahay matalan aqoontada waa inaad ogaatay inuu meeshu gaarsan tahay da'da qof wal dayacdi shaqsiga ah xagga markay isku duulan yihiin sidaa yihiin siday u tacaawanaan inaad wax kala socoto xagga camalka xaggiis waxyaabaha goonidu ah waa inaad hawsha la qabana ay cadaato waa in camalka maalin kasta la qabana ay kamarka marmar soo dhaca in lakala ogaado in waxaa weeyaan qof walba camalka intuu ka qaban kara iyo meeshuu gaadhsan yahay inaad ogaato in macluumaad aad ka hayso waxaasoo dhan ha u dambeeyo canaasirta amaba qodobada camalka waxyaabaha aan qabanayna nidaamka u degsan waa inaad hadafka noociisa aad ogaato waa inaad waxaa weeyaan waxa noo soo bixi doona mukhrajaadka waa inaad ayana aada iyo aada aad ula socoto iyaadada ama maamul kaa sarreeya habka ay u shaqeeyaan iyo waxa iyaga ay jecel yihiin waxay necabiyin waa inaad aada ula socoto waxaadna ogaataan hal qodob inaadan hilmaamin nabigeena sala allahu aleyh wasalam wuxuu diray mucaad ibnu jabal iyo ninka la yidhaahdo abuu muusa alashcari alyaman hawl buu u diray inay muhiimad fuliyaan muhiimadaas wuxuu yidhi yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira watataawaca walaa takhtalifa saasuu dhahay mas'aladaas marka inaan ku ballanno waa xadiidkan marka uu noqdo wixii war la sheegta muxuu ahay kan haddaad ka qaadataan oo lagu camal fala adduuniya akhra walaliibaani sida dhabta ah meel kastana la gaari nabiga sal alla slam tawxiid kalama hadlin weli salaadi kalama hadlin soon muusan kala hadlin acmaashii ay qaban lahaayeen oo zakada soo aruurinteeda kalama hadlin wuxuu ka bilaabay yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira watataawaca walaa takhtalifa xadiidkan igaa wariyey alimaam albukhaari calayhi raxmat ullah waakhir dacwaana an ilxamdu lilahi rabi alcaalamiin washukra lakum cala xusni alistimaac walisraa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu shukran lidoctor aadam doctor aadam waa imaamka koowaad ee masaajid sigiskiis aad ogtihiin sidoo kale waa bare ama macalin wax ka dhiga jaamacat araf alcaalamiya waxaanu leenahay doctorka jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik